هذا المشهد بات مألوفا في البلاد، لا سيما في أيام الأعياد والمناسبات، فهؤلاء الأطفال فضلوا تبادل الإطلاقات البلاستيكية على أي وسيلة لعب أخرى، متذرعين بتوفرها في الأسواق وعزوف التجار عن استيراد سواها. هن بس هاي بالسوق، ماكو غير شيء. المتنزه مزدحم، الزوراء مزدحمة، بس لأن بالسوق موجودات. مو بس خلي يمنعون هذول التجار حتى من العاب، نخلي جمهور غير العاب. ما تلحقه تلك الألعاب من تأثيرات جسدية ونفسية وربما آهات مستديمة جعلت مجلس النواب يشرع قانونا يمنع إدخالها وتداولها في الأسواق، لكن تلك الألعاب استمرت بالظهور. ماكو معارضة يعني بالنسبة للدولة، لأنه هاي دا يستخدموها مثلا للمناسبات. أكو قانون منعها، أكو قانون منعها، خلي يمنع المصدر منك. أكو شغلات ممنوعة جاي طب للشورجة بالفلوس، مثل الطقطاقات ممنوعة، المسدسات، الصجم. تم منع استيراد مثل هكذا، لكن مع الأسف أقول بعض منافذنا وبعض حدودنا مفتوحة، لذلك هناك لم توجد رقابة شديدة. يجب أن يكون هناك تأثير للأمن الاقتصادي ووزارة الداخلية أن تتابع مكانات بيع هذه اللعب ومحاسبة من استورد ذلك. ويقول الباحثون الاجتماعيون أن شيوع ظاهرة ألعاب العنف ستؤثر على شخصية الأطفال وسلوكهم الاجتماعي في المستقبل، فيما يشير خبراء أمنيون أن تلك الظاهرة أصبحت تشكل تهديدا عالميا. إضافة إلى الأضرار المادية اللي ممكن أن يتأذى هؤلاء الأطفال من هذه اللعاب، هي راح تؤثر على بناء شخصية هؤلاء الأطفال نحو تبني العنف في أبسط صوره، وهذا ممكن أن يتفاقم مع مرور الزمن إلى ما لا يحمد عقباه. الألعاب المحرضة على العنف هي مشكلة ليست فقط في العراق، العالم بأجمعه يواجه هذه المشكلة. برامج توعية اليونيسيف، منظمة اليونيسيف العالمية، قد أكدت في أكثر من مناسبة على ضرورة تثقيف الطفل ثقافة سلمية ودية. وإذا كان البرلمان عاجزا عن سحب ألعاب الأطفال من السوق العراقية، فإن هذا يطرح تساؤلا خطيرا عن مدى قوة القوانين التي يشرعها البرلمان والتي لا تبدو الجهات التنفيذية راغبة بتطبيقها. إدريس جواد، السومرية.